في زماننا الذي نعيش فيه اليوم، ظلم وعدوان على أبرياء مستضعفين في غزة وفي فلسطين، والعالم يقف ويناقض هذه القلة ولا يرضى بما تفعله هذه القلة، ورغم كل ذلك أهل الباطل راسخون ثابتون على باطلهم وظلمهم وعدوانهم. هذا يعطيك رسالة قوية جدا يا أهل الحق، عليكم أن تكونوا في الرسوخ وفي الثبات على الحق أقوى وأعظم. ليس هناك ليونة ولا خضوع ولا تراجع، في صلابة في ثبات. ولك أنت أن تقول مع نفسك وتتساءل، كيف لأهل الباطل والظلم أن يكونوا بهذا الإصرار في ذات الوقت؟ واقع الحال للأسف أن في بعض الأماكن أهل الحق لا يملكون من القدرة على الثبات والرسوخ ما يملكه هؤلاء. هذا الشيء لابد من دراسته دراسة واعية. واحدة من إشكاليات بعض المسلمين اليوم يخجل من التزامه بعبودية الله، مثل الصلاة، صار وقت الصلاة وجالس في اجتماع ومعه مدراء ومعه كذا، وناس لا يلتزمون وناس أجانب وناس ليس عندهم صلاة، تذهب عليه وتروح عليه وقت الصلاة ولا يقوم يصلي، أو يستأذن ويقول يا جماعة أنا أريد أن أصلي. هذه قضية لابد أن يراجع فيها الإنسان. أنا لا أقول بأن المسألة أنه إلا أن يعلن إعلان في كل وقت وفي كل، لكن لماذا تخجل من ممارستك لعبادتك؟ لماذا تخجل بعض النساء اليوم من ارتداء لباس الشرعي؟ لماذا تخجل من أن تقول بأني أنا ما أكل إلا الحلال؟ لماذا؟ ونحن حين نتكلم عن الجزء 30 نتكلم عن نهايات رسالة القرآن، وأن تكون النهايات مع ما يمكن أن يكون نهايات الزمن والعالم والدنيا والكلام، هذا كل هذا لابد أن يؤخذ بالحسبان، ولا بد كذلك أن يؤخذ بالحسبان طبيعة البيئة التي تنزلت فيها القرآن أول مرة. وهذه السورة كان الإسلام فيها غريبا، والقرآن ومبادئ القرآن غريبة ولم يعتد عليها كفار قريش، واليوم كأن الإسلام يعود إلى غربته من جديد. في زمن الغربة أنت تحتاج أن تظهر وأن تعلن شعائر الله دون خجل، بالعكس فخر واعتزاز.